الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة في هذا اليوم. مرة أخرى نرحب بكم في هذا اليوم الخاص بأشواط الكبار وأشواط العمالقة في هذا اليوم الذي يسبق يوم الختام لهذا المحلي. مشاهدينا الكرام، الخاص بالأشواط المفتوحة في هذا اليوم المبارك في تحديات شوطنا السابع تعلن انطلاقته قبل لحظات، وفي هذا التميز الكبير نتقدم لصاحبة الشوط الرئيسي بالفوز والانتصار والناموس، وهي اسمها منصورة، هي من فازت بالشوط الرئيسي ملك سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ولعملاق التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتقدم لمالك كيف سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني لحصول كيف في الشوط الرئيسي الخاص بالزمول وللمضمر فهد بن سالم بن مسعود. مشاهدينا الأعزاء، ها هو التوقيت الزمني يعرض أمامكم على شاشة الريان، وهو صاحبة الشوط الرئيسي منصورة، توقيتها الزمني 9:42 44 جزء من الثانية، تشاهدون على أسفل الشاشة. دعونا نعود إلى مقدمة الشوط وإلى شوطنا وإلى الوجبة، الوجبة اللي تنطلق وتنفرد في هذه اللحظات. تعود ملكية الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المضمر السيد سالم بن فاران المري، الذي يقدم في هذا اليوم أسماء كبيرة. يا سلام يا سلام، الوجبة انفردت، انطلقت هناك في مقدمة الشوط. دعونا ننتقل إلى المركز الثاني، اللي وصلت في المركز الثاني الغارية قادمة بنفس الشعار ونفس المضمر في المركز الثاني. المركز الثالث اللي وصلت وهي مخايل، أو هنا اللي وصلت في هذه اللحظات وهي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. فيصل بن طالب بن شريم المري يقدم الشاهينية في هذا الشوط. المركز الثالث أو الرابع مغيظة اللي واصلة مغيظة عالم السيوف، عالم الرموز. انتظروا الوجبة في هذا الموسم، في موسمنا 2013-2014، احفظوها جيدا بهذا الانطلاق. الوجبة انطلقت في مقدمة هذا الشوط منذ البداية يا جماهير العنابي، منذ البداية وهي منطلقة بدون أي تعليمات. اسم كبير الوجبة مشاهدينا الكرام، نزف لها التهاني 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 والفوز والانتصار باسم سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وهذه الوجبة صاحبة عوايد، صاحبة سجلات، ولا يستهان بأمر المشاركات. يا سلام، أسياد قادمة والشاهنية قادمة، اختلفت الأمور في هذه اللحظات. أسياد قادمة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام العملاق في اللحظات الأخيرة، يا سلام الشاهنية قادمة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد فهد آل سعود. العملاق قادم، يا سلام يا سلام يا رجل الأمتار الأخيرة، يا سلام يا أسياد انتصرت. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وللمضمر العملاق رجل الأمتار الأخيرة في الأمتار الأخيرة في اللحظات الأخيرة. تهانينا للعملاق، اسم على مسمى مع العملاق. المركز الثاني الشاهنية اللي أيضا ما قصرت لضيوفنا الأعزاء، لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وللمضمر راشد بن بعيران البري، تهانينا له أيضا على هذا الإنجاز. المركز الثالث الدوحة في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع، أو الفلوجة في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولسالم بن فران المري في المركز الرابع. أفعال لصاحب السمو الملك